اوكي يا معوده، 3 مرات ومستمره ودعمتي. هكذا واجه سائق سياره سيده كانت تقود سيارتها في الازدحام المروري، حيث بدا الشارع مغلقا بسبب الزحام، وهذا ما سبب احراجا لها بعد ان صدمت السياره التي امامها، فيما كان شخص آخر يصور ما حصل أمامه من موقف، وكأنه يعلم إن المرأة التي تقود السيارة ستتسبب بذلك الحادث. وانتشر مقطع الفيديو هذا على منصات التواصل الاجتماعي ما بين متضامن مع المرأة السائقة وبين لائم لأسلوب الرجل الذي كلمها في لحظتها، لأنها في هذه اللحظة اصطدمت بتلك العربة التي أمامها على الرغم من تحذيره لها، على الرغم من تحذيره لها. لنتابع مقطع الفيديو. اوكي معودة بلشتي. طرأ على المجتمع العراقي تغييرات في نظرته تجاه قيادة النساء للسيارات بعد أن كانت تقتصر على أعداد فئة محدودة من النساء قبل عقود. أصبحت قيادة المرأة للسيارة أمرا مألوفا في الشارع العراقي وفي معظم المدن العراقية، ولكن برغم ذلك فإن بعض النسوة يعانين من مضايقات، وخاصة من قبل المراهقين والشباب، أو حتى انتقادات من رجال حول طريقة قيادة المرأة للسيارة في الشارع، كما حصل مع هذه المرأة التي اصطدمت بالسيارة التي أمامها صدام بسيط لكنها تعرضت لانتقاد كبير. تعليقات كثيرة، نبدأ التعليق الأول من هدى. تقول هدى في تعليقها الذي سيظهر على الشاشة. هدى، إذن التعليق الأول مع هود، يقول في تعليقه: خطية يجوز مرتبكة والبنية بصعوبة سوق عدنا بسبب الشوارع والمضايقات والازدحامات، وأكو ناس ما تقدر خصوصا إذا مبتدئة، يجوز ما تعرف تقيس مسافة الشارع. يعني يا أخي انطيها مجال، اعتبرها أختك أو زوجتك، هم على كيفكم بالبنات اللطيفات، ترى خطية إذا صارت عندها خوفة بعد تحرم عليها السياقة، وربي يستركم ويحفظكم. حسين يقول في تعليقه: اعذروها ملتهية تصور سناب حتى تضغط صديقتها توتة الكيوتة. وهناك أيضا: والما متمكن من سياقته لا يفشل روحه ويصعد سيارة سواء كان ولد أو ابنية. تعليق آخر من شاروخان: ترى الموضوع طبيعي، ويمكن كانت تعبانة أو عندها ظروف وما مركزة أو شيء، لا تحكمون على شيء ما تعرفونه. وإذا بنية شنو يعني هالتخالف؟ ترى كلش طبيعي الموضوع بالشمال، ليش الجنوب وبغداد يكرهون النساء ويعتبروها خدم؟ غلط هالشيء، غيروا تفكيركم. تعليق آخر من ريدم، تقول في تعليقها ريدم أرتست: لا حد يعترض، عادي هي تسوق بدون إجازة، أما الشباب إذا محترف سياقة المرور يحجزه لأن ما عنده إجازة، عادي هي تدخل المول بكل وقت، أما الشباب ممنوع لأن عوائل، عادي هي تأخذ حريتها بكل أمور الحياة، وبالأخير يطالبن بالحرية. كلامي مو ضد المرأة ولا أعتب عليها، بس أعتب على هالبلد الما بذرة مساواة. هو يطالب المساواة بين الرجل والمرأة لكن على طريقته الخاصة.